فبيقولوا بيستشهدوا بإنجيل متى اصحاح 28 عدد 2: وإذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. السؤال هو لو كان المسيح هو إله، فليه الإله محتاج ملاك يفتح له باب حجر عشان يقوم؟ هو الشبهة دي ملهاش أي أساس من الصح، لأن الرب يسوع المسيح ما كانش محتاج ملاك يحرك الحجر. الرب يسوع المسيح قام وخرج من القبر قبل أن يدحرج الملاك الحجر أصلاً، بل الملاك حرك الحجر مش عشان قيامة الرب، الملاك حرك الحجر علشان المريمات والتلاميذ وإعلان القيامة الحقيقية، أن المسيح قام بجسده الحقيقي. فالملاك حرك الحجر إعلانا للقيامة بعد حدوثها، وليس عشان المسيح مش هيقوم غير لو ما الملاك حرك الحجر. دي النقطة اللي للأسف المشككين مش فاهمينها. الملاك حرك الحجر عشانك وعلشاني من وقت التلاميذ، وكل المسيحيين يؤمنوا ان المسيح قام بالحقيقة، قام بجسد حقيقي، مش إشاعة ولا شبه لهم ولا ظهور ولا رؤية ولا تخيل، ده حقيقة. القيامة قيامة حقيقية، المسيح قام بجسده بالحقيقة، عشان نقول عن إيمان نقلا عن شهود العيان انه قام، مش نشهد بحاجة ما شفناهاش. في إنجيل متى صحاح 28 عدد 1 يقول لنا الآتي: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. هنا بيخبرنا بداية القصة إن بعد ما انتهى السبت، ليلة السبت ونهار السبت، وجت ليلة الحد، وفي انتهاء ليلة الحد عند الفجر قبل ما يبدأ فجر أو ما يبدأ يوم الأحد، فجر اليوم يعني اللحظات الأولى للظهور، الأشعة الأولى للشمس، ما يسمى بظهور نور الشمس أو مع بداية أول ظهور للأشعة، لما لسه يكون الظلام باقي ولكن بداية مراحل انقشاعه. يخبرنا أن المريمتين، مريم المجدلية ومريم الأخرى، رايحين للقبر. وحنعرف بعد شوية صغيرة أن هما مش رايحين لوحدهم، لأنه طبعا هما مش هيقدروا يحركوا الحجر. فمتى البشير يركز على الأحداث من زاويتهم، ولكن هم مش لوحدهم، في ناس معاهم وحيلحقوهم أيضا. الحاجة المهمة أن طريقهم من ساعة ما يخرجوا من المكان المجتمعين فيه التلاميذ مع بعض في العلية لغاية ما يوصلوا للقبر، دي مسافة زمنية أكتر من نص ساعة ماشي. لكن متى البشير بيذكر لنا الأحداث بطريقة جميلة، يقول لك المريمات جايين، وأثناء ما هم جايين في الطريق لسه ما وصلوش للقبر، ده اللي حصل. إيه اللي حصل؟ حصل زلزلة عظيمة، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. يعني حصلت زلزلة هي قيامة رب المجد وخروجه من القبر، وملاك نزل دحرج الحجر عن باب القبر بالتدريج. قيامة رب المجد ما تمتش بعد ما الملاك دحرج الحجر، قيامة رب المجد كانت قبل الملاك ما يدحرج الحجر، وده قبل ما يوصلوا المريمات للبستان. توضيح صغير جدا، الخريطة اللي قدام حضراتكم من جوجل ايرث اللي تابع معايا شرحتها اكتر من مرة فقط للتذكرة، ده بستان جثيماني، ده العلية اللي بيجتمع فيها التلاميذ من بعد العشاء الرباني وما بعده، واللي كانوا مستخبيين فيها من اليهود، وده مكان كنيسة القيامة اللي فيها قبر الرب يسوع المسيح. الطريق من هنا لهنا تقريبا 3/4 كيلو، ده لو طريق مستقيم، لكن حقيقة الطريق ده ليس مستقيم، اللي يتابع ما بين الملفات اللي موجودة وال طلوع والنزول وغيره ودخول المدينة والخروج من البوابة، لأن دول كانوا واحدة داخل السور القديم وواحدة خارج منه، فالطريق متعرج جدا، لغاية الوصول هنا يستغرق أكتر من نص ساعة. فالمريمات ماشيين في الطريق مع الفجر، وحصل أثناء ما هم لسه في منتصف الطريق قبل ما يوصلوا حصلت الزلزلة وقيامة رب المجد، وبعد كده الملاك دحرج الحجر. فالزلزلة اللي هو قيامة رب المجد ده حصل،
خروج الرب المجد من والحجر موضوع، وعلى طول بعدها الملاك دحرج الحجر عشان لما توصل للمريمات يكون القبر مفتوح ويتأكدوا بأن قيامة رب المجد، فهو دحرجه إعلانا للقيامة. لأن البعض لو ظهر لهم المسيح والقبر لسه مقفول هيفكروه خيال، هيفكروه روح ولا أو حاجة من الكلام ده، وليس قيامة حقيقية. زحزحة الحجر تأكيدا أن المسيح قام قيامة حقيقية بجسده، وينظر الكل ويروا أن القبر فارغ. معايا؟ عشان كده لما قام المسيح وخرج من القبر بجسده والقبر لا زال مغلق والحجر موضوع عليه، الملاك بعدها دحرج الحجر لأن المريمات ولا اللي معاهم مش هيقدروا يدخلوا القبر والحجر موجود، فحرك لهم الحجر عشان أول ما ينظروا يتأكدوا أن المسيح قام، قبل حتى ما يوصلوا عشان يعرفوا ان محدش سرق جسده كمان. شرحت يمكن في ملف قبل كده عدد مرات ذهاب مريمات الى القبر، وزي ما قلت لحضراتكم المسافة تقريبا 3 ارباع كيلو، ده لو خط مستقيم، لكن هو الحقيقة الخط مش مستقيم بالمرة، معرج وخارج الاسوار وحاجات زي كده القديمة، فيستغرق نص ساعة او اكتر. متى البشير يكمل ويأكد ان قيامة المسيح وخروجه قبل الملاك ودحرجة الحجر، فبيقول الملاك لما جه بعد ما قام المسيح كان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. يعني كمان متى البشير بيوضح أنه كان هناك شهود عيان من الحراس لما الملاك حرك الحجر وشاف القبر فاضي واتخض من منظر الملك، لكن الملاك يقول للمريمتين: فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما. يعني الحراس يخافوا براحتهم، يتخضوا براحتهم، لكن انتوا ما تخافوش، فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب. ويقول عدد 6 وهو عدد مهم جدا: ليس هو ها هنا، فتح القبر مش عشان يخرج المسيح، ده فتح القبر عشان يقول المسيح مش موجود، ده خرج، ده قام وخرج بجسده اوريدي بالفعل. فالتعبير الرائع اللي يوضح اللي انا بقوله لحضراتكم ان الملاك بيقول ليس هو ها هنا، لانه قام كما قال. وعايزين تتاكدوا اهيني فتحت لكم القبر الفاضي، هلما وانظروا الموضع اللي كان الرب مضجع فيه اهو فاضي. ده باختصار تعبير ليس ها هنا، لانه قام بالفعل بجسده ده قبل ما يتفتح باب القبر. فالمسيح قام بجسده وعدى من الحجر، وبعد كده الملاك دحرج الحجر عشان البشر لما يجوا المريمات واللي معاهم وما بعدهم والتلاميذ يقدروا يعاينوا بنفسهم ويشوفوا القبر فاضي. والملاك يشهد بذلك، ده قام اوريدي بالفعل، اهو بصوا فتحت لكم القبر عشان تشوفوا القبر فاضي، المسيح قام بجسده الحقيقي. ده يؤكد ان وظيفة الملاك يدحرج الحجر للاعلان حدوث القيامة اللي حصلت وخروج المسيح بالفعل من القبر اللي تم بجسده. وعشان كده يقول لهم: اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، فهو يسبقهم الى الجليل هناك ترون. مش متى البشير بس، بل ايضا بقيه المبشرين قالوا نفس الكلام بتعبيرهم ولكن نفس الروح الواحد. انجيل مرقس اصحاح 16 وبدايه من عدد 2: وباكر جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس. تعبير باكر جدا، نفس الموضوع في نفس الوقت مع اول اشعاع للشمس، خاصة التصريف جاي هنا اللي هو أروست، اللي هو شيء بدأ يحدث ومستمر. طلعت الشمس فهو ما انتصفتش في السماء، ده لسه في بدايتها. طلعت الشمس يعني الشمس خلاص بدأت في طلوعها، أول لحظات طلوع الشمس وظهور أول أشعة عليها، ولكن الظلام لازال باقي. عدد 3: وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. أثناء الطريق سابقين كل الناس بيقولوا: بس احنا لما هنروح مين اللي حرك لنا الحجر؟ المسافة ليست قصيرة زي ما قلت، وكانوا بيتسألوا ان الحجر ده كبير وصعب تحريكه، هشرح لحضراتكم كمان شوية بالصور وللأثار والرسوم التوضيحية ليه ما يقدروش يحركوه، عشان هم جايين يطيبوا كفن المسيح بالأطياب. أول ما وصلوا فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا،
ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشنا. فقال لهن: لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري قد قام. نفس الموضوع وبالماضي، يعني قام قيامة حقيقية بجسده الحقيقي وخرج من القبر المقفول. وبعد كده الملاك ده احرج الحجر إثبات لحدوث هذا الأمر عشان يقدروا يدخلوا القبر ويعاينوا بنفسهم. ها هو ذا الموضع الذي وضعتوه فيه، يؤكد نفس المعنى أن المسيح قام بالفعل بجسده وخرج من القبر، والملاك ده احرج الحجر ليؤكد أنه هو قام. وعدد 7: لكن اذهبنا وقلنا للتلاميذ ولبطرس انه يسبقهم الى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. عند وصولهم كان الحجر خلاص، الملاك في انتهاء مرحلة دحرجته شافهم وراهم القبر ان هو فاضي. لوقا البشير يقول نفس الكلام ويكمل ايضا بطريقة رائعة، اصحاح 24 عدد 1: ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط اللذي عددنه ومعهن إناس. هنا لوقا البشير بيؤكد نفس الوقت ان هم ساعه ما حصلت الاحداث دي كانوا خلاص قربوا يوصلوا، كانوا في الطريق لكن خلاص قربوا يوصلوا عند الفجر، الشمس لسه ادوبك بدات تطلع لكن في اشعتها الاولانيه اللي بتبدد الظلام اللي بقيته لسه باقي بينقشع تدريجيا. يشرح لنا نقطه اخرى ان مريم المجدليه واضح ومريم الأخرى معاها ناس بيتبعوهم ماشيين وراهم عايزين يلحقوهم، ناس آخرين علشان يساعدوهم على التطيب والتكفين، وبالطبع تحريك الحجر ده لو قدروا لأن الحجر كان كبير قوي. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد يسوع فيما هن محتارات في ذلك، إذ رجلان وقف بهم بثياب براقة وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهنا إلى الأرض. قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ هو قام بالفعل، ليس هو ها هنا لكنه قام، يعني خلاص قام. اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل، زي ما قال لنا متى البشير ومرقس البشير نفس الأمر، أثناء ذهابهم قرب يوصلوا، الشمس ابتدت تشرق في أشعتها الأولانية، أدوبك الشمس الفجر بدأ الأشعة الأولانية اللي بدأت تبدد الظلام تدريجيا. لما في الطريق قرب يوصلوا المسيح كان قام بالفعل، خرج من القبر، الملاك بعدها دحرج الحجر عشان لما يوصلوا يشوفوا القبر فاضي. إنجيل يوحنا إصحاح 20 بداية من عدد 1: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، بقية الظلام لسه فاضل، الشمس دوبك بدأت يعني ينقشع الظلام تدريجيا لكن لسه بقية الظلام فاضل. أي إنسان بيتابع بيحب يصحى بدري ويتابع شروق الشمس طبعا بيلاحظ المرحلة اللي بتستغرق كتير دقايق كتيرة لغاية من أول شعاع يظهر للشمس، لسه الدنيا مظلمة تدريجيا تدريجيا لغاية ما الدنيا تنور. حتى كمان اللي بيحب يتابع السحب يقدر يشوف ما بين غامقة رمادي غامق لغاية ما تبتدي تاخد الدرجات اللون الأحمر لغاية ما بعد كده ينتهي كل الكلام ده كله وتبقى الشمس أشعتها ظهرت كويس وتبقى السحب البيضاء. ده يتفق مع نفس الكلام اللي قاله متى البشير ومرقس البشير ولوق البشير، كان الدحرج الحجر لأن الرب يسوع كان قام وخرج من القبر فالملاك دحرج الحجر عشان يثبت أنه هو قام. أبونا أنطونيوس فكري يقول: تمت القيامة والحجر موضوع والحراس قائمون للحراسة، وخرج من الرب من القبر وهو مغرق كما خرج من بطن العذراء وبقيت عذراء كما تنبأ حزقيال. أيضا أبونا تدري صعود ملطي يقول نفس الكلام: بسلطان قام والحجر قائم كما هو مختوم كما يقول الأنبا بولس البوشي، ويكمل بقية كلام. ايضا مفسرين يعني الاباء قالوا نفس الكلام، ايضا مفسرين غربيين قالوا نفس الكلام. على سبيل المثال جيل يقول نفس الموضوع ان هو قام بجسده واخترق الحجر والقبر مغلق وبعد ذلك الملاك حرك الحجر. مفسرين غربيين كتير يقولوا نفس الكلام. فالرب اللي يقوم قادر يرفع الحجر بنفسه، ما عندوش اي اشكاليه. اللي قال اللي لعن التينة واللي أبكم البحر يقدر في نفس الموضوع يحرك الحجر، لكن بنفس الطريقة اللي عملها، لأن الرب لا يتغير.
اللي أقام أليعازر ما كان قادر برضه يحرك الحجر عن قبر أليعازر بكلمة، لكنه سمح للبشر إن يشتركوا. حركوا الحجر، الرب يسوع المسيح عمل الأصعب منه إن هو أقام الميت. ربنا ما بيلغيش دور الإنسان أو الخدام، قوم بجزء وربنا يكمل، لكن ربنا ما بيلغيش الدور تماما، لأن ربنا مش بتاع تظاهر أو غيره. في الموقف ده ملك الملوك قام المنتصر على الموت وعلى الشيطان ومملكته بالكامل، يسمح للملاك الخادم يحرك الحجر وملاكين يجلسوا في القبر، لأن الملائكة خدامه. مش قال لما يقول يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم؟ فالملائكة خدام ربنا. سفر المزامير 104:4 يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. فالعهد القديم والجديد أكد إن الملائكة دي خدام ربنا يسوع المسيح. فهو قام بجسد حقيقي، جسد ده مش خاضع لقوانين المادة، بيخترق الحجر زي ما بعدها أصبح يخترق الأبواب وهي مغلقة. الكلام ده برضه كتبه نفس الأناجيل زي إنجيل يوحنا 20:19. ولما كانت عشية ذلك اليوم، هو أول الأسبوع، كانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. أيضا إنجيل يوحنا صح 20 عدد 26 برضه، فجاء يسوع والأبواب مغلقة. على فكرة لو هننظر للموضوع بصورة مادية بحتة ونتماشى جدلا مع أقوال المشككين، والمسيح لو عبده ورسوله والكلام ده اللي بيقولوه خطأ، المسيح علشان يدحرج الحجر محتاج يدحرج الحجر ان يكون خرج بالفعل من القبر. فلو عايزين يقولوا المشككين ان المسيح هو اللي دحرج الحجر، برضه لازم يكون المسيح قام وخرج من القبر والحجر موضوع علشان يدحرجه من الخارج. فالمسيح لو بالفعل، حتى هناخد كلام اخواتنا المشككين المسلمين ان هو اللي دحرج الحجر لنفسه لانه كان مغمى عليه ولا غيره ولا الاساطير اللي بيقولوها دول، ما ينفعش. الحجر مقفول من الخارج بختم من الخارج، واللي يفتحه لازم يكونوا مجموعة رجال أقوياء يفتحوه من الخارج، ما يتفتحش من الداخل أصلا، ملهوش مكان يتفتح من الداخل. يعني لو هتقولوا الكلام ده أن المسيح كان مغمى عليه وقام وحرك الحجر لنفسه، ما ينفعش. التأكيد ذلك أضع لحضراتكم بعض الصور الأثرية للقبور اليهودية القديمة. كان عادة اليهود وبخاصة الأغنياء منهم أن يدفنوا في قبر، والقبر ده يتقفل بحجر دائري كبير، وكل ما يكون أغنى كل ما يكون قبر أفضل والحجر أكبر. الحجر ده بيكون مستقر في نقطتين، نقطة أعلى ونقطة أسفل. نقطة أعلى لما يكون القبر مفتوح ويدحرجوه الأسفل، يغلق باب القبر، دحرجته الأسفل سهلة، ويقفل ويستقر عشان يدحرجوه مرة تانية أو يدفعوه ويرفعوه مرة تانية الأعلى عشان يفتح باب القبر. ده صعب جدا، لأن أحيانا بعض الأحجار يتعدى وزنها 2 طن، وخاصة لما بيقول كان الحجر عظيم، لأنه كان قبر لواحد غني اللي هو يوسف الرامي. دي صورة لقبر يهودي من قبور السيد المسيح. فده المدخل اللي هو بطول إنسان بهذا المنظر، وده حجم الحجر اللي بيقفل القبر، وده في المكان الأعلى يتدحرج لأسفل كده فيقفل باب القبر. دحرجته الأسفل سهلة، بيشيلوا حاجة صغيرة موقفاه يزقوه ينزل على طول في المجرى ويقفل باب القبر وما بيتحركش. يتصنع الحجر الدائري دي ده اللي يتحرك في مجرى مائل يقفل بسهولة لدحرجته لأسفل. عشان يتفتح القبر ده بقى قصة، صعب جدا، محتاج رجالة كتير أقوياء يشتركوا في زقه ودفعه الأعلى. صورة توضيحية، الحجر وآدي المجرى والمكان اللي بيستقر فيه فوق عشان يقفل ينزل بزاوية الأسفل. معايا؟
وانس نزل اسفل وبقى مستقر في المكان الاسفل هنا عشان يتفتح باب القبر لازم يدفع الحجر ده كله اللي تقله 2 طن وزيادة لأعلى. معايا؟ الملاك دفع الحجر لأعلى وجلس عليه، دفعه من المجرى الأسفل دي اللي موجودة هنا إلى أعلى وجلس عليه في هذا الموضع. فدي الجزء اللي بيبقى أعلى يستقر عليه لما يكون القبر مفتوح، وبزقة صغيرة أو بسيطة ينزل لأسفل، ولو نزل لأسفل واستقر صعب دفعه لأعلى مرة تانية. معايا؟ آدي الصورة قدام حضراتكم، أتمنى تكون اتضحت، ومن زاوية أخرى قدام حضراتكم. من الداخل ملهوش مكان، لا ليه مقبض ولا ليه جنب الجسم بتاعه العريض، مفيش حتة تتمسك حتى منه عشان يتزق. اللي يزق محتاج يزقه من الجنب، من هنا يدفعه من هنا، وده من بره بس، من جوه مفيش هذا الجزء. فالملاك قال ان هو قام بالفعل وخرج من القبر بالفعل ولا يحتاج دفع تحريك الحجر، الملك قام، لكنه ساب للملاك خادمه، ملائكة خدامه يقوموا بالمهمة دي إعلانا للبشر من تأكيد لقيامته، ويكون شاهد قوي يتأكدوا إن جسده غير موجود في القبر. فزي ما وضحت لحضراتكم القصة اللي بيذكرها الكتاب المقدس رائعة. المسيح اللي لم يترك نفسه بلا شاهد، مش عايزنا نؤمن بحاجة غيبية وخلاص، عشان كده عمل أمر يراه تلاميذه والمريمات ورسله وحتى الحراس اللي موجودين، ويتأكدوا ان القبر فارغ والمسيح قام بجسده، واللي فتح باب القبر المختوم المقفول ملاك حرك الحجر بطريقة ما يقدرش عليها انسان وحده، علشان يشهد اهو القبر فاضي والمسيح قام بالحقيقة، قام بجسده الحقيقي قيامة حقيقية. ده باختصار شديد، وأرجو أن تكون النقطة التاريخية أيضا وضحتها لحضراتكم.